أكد لقاء قبلي بمحافظة شبوة رفض أبناء المحافظة لدخول أي جماعات مسلحة، مؤكدين استعدادهم لمواجهة أي عدوان يستهدف أراضي شبوة. نتابع. من كل حدب وصوب من أرجاء مديرية مرخى السفلى بمحافظة شبوة توافدت هذه الجموع القبلية ولأول مرة لتدارس ما يهم ويخص أمن واستقرار المديرية خاصة والمحافظة عامة في ظل التطورات السياسية المتسارعة التي تشهد البلاد. اليوم أننا إحنا نوقف في مرخى نتعاضد ونتفق على أساس أننا إحنا نقوم بواجبنا كما يقوم الأخوة في بيحان وفي غيرها من المناطق بواجبهم، احنا نقوم بواجبنا. هذا واحدة. الثانية اننا احنا سنقوم بالتنسيق بين محافظة شبوة ومحافظة حضرموت والمهرة. تكمن أهمية اللقاء القبلي هذا في توقيته الزمني في ظل أوضاع بالغة التعقيد تعيشها البلاد، ومن ضمنها محافظة شبوة التي تعد منطقة إنتاج نفطي وافر، غير أن الأهم من ذلك مكان اللقاء، حيث عقد اللقاء في آخر حدود محافظة شبوة مع محافظة البيضاء التي تشهد تمدد لجماعة أنصار الله. اللقاء القبلي أكد على رفض أبناء محافظة شبوة وفي مقدمتهم أبناء مرخى السفلى لأي توقل أو سيطرة من أي جماعات أو ميليشيا، مشددين هنا على أن القبائل ستكون بالمرصاد لصد أي هجوم على المديرية. نوجه رسالة للجميع أننا نتبع أي أحزاب أو سياسات أو تعبئة خارجية، نحن دفاعا هنا عن أرضنا، وهنا في اليمن القبيلة تحل محل الدولة عندما تغيب وتتلاشى. من هذا المنبر نثبت للجميع أننا هنا نقوم مقام الدولة، ونحن ملب الشعب وصوت الشعب. اللقاء القبلي الذي شهد استعراضا رمزيا لجزء من قوته العسكرية والبشرية أقر التنسيق مع أبناء محافظتي حضرموت والمهرة، وحضور اللقاء القبلي المزمع عقده خلال اليومين القادمين في حضرموت لتشكيل حلف قبلي عسكري في الإقليم الشرقي. كما أشار المجتمعون إلى أن مرخى خاصة وشبوة هي جزء لا يتجزأ من الجنوب، وأنهم لن يكونوا إلا مع ما يقرره أبناء الجنوب. أعلن أبناء مديرية مرخى السفلى أول تجمع عسكري قبلي للحفاظ على أمن واستقرار المديرية في خطوة ربما تعمم على مناطق أخرى في محافظة شبوة. كمال شنيتر، حصاد السعيدة، من أقصى حدود شبوة مع محافظة البيضاء.